مازال مشاهدينا مستمرين معكم وغنتقل الى فقره تريندين. صدر خبر توقف الشيخ تراكس مؤخرا عناوين مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتفالها بزفافها من رجل سعودي عن طريق الزواج عن بعد. السلطات الأمنية دهمت منزلها وقامت بتوقيفها رفقة 35 شخص من المقربين منها قبل ما يتم إطلاق سراحهم بكفالة. إلى الفنانة المصرية رانيا يوسف اللي أثارت الجدل مؤخرا ببلدها بتصريحات صادمة وإطلالتها، حيث سألها المذيع عن إطلالتها المثيرة للجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 وارتدائها فستان أبيض شفاف أبرز مفاتنها، ودفعت رانيا عن نفسها قائلة أنت مميزة يمكن الفنانة الكويتية هند البلوشي وخرج برنامج The Voice علي يوسف حديث سوشيال ميديا مؤخرا بعد ما أعلنت البلوشي زواجها منه، وأكدت بمحادثة جمعتهم أنها زوجته فعلا وأنها الزوجة الثانية له.